تهدف هذه المعاهدة مهمة إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيله على الأسس التي تأخذ بعين الاعتبار مجموعة التطورات والتحولات التي حصلت في منطقة الساحل والصحراء. يمثل هذا الفضاء الذي يجمع تقريبا يجمع 20 دولة في المستوى الساحل والصحراء، يمثل إطار لتعزيز الأمن الإقليمي، التنمية المستدامة، تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا تعزيز التعاون في الأنشطة المرتبطة بمكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات فيما بينها. أيضا هذه المعاهدة التي تجمع 20 دولة تنص على المبادئ التي تنظم العلاقات بين مجموع الدول المكونة للتجمع: مبادئ المساواة، التضامن، التعاون، تعزيز نظام الحكم الديمقراطي، وكذا عدم اعتداء أي دولة على بعضها البعض.